السوشيال ميديا، ومعانا سهى. مساء الخير يا سهى، ازيك؟ مساء الخير دكتور ايمن. النهارده اسئلتنا كتير ومختلفه، وكلنا مستنيين نسمع راي حضرتك في الاستشارات. ومعانا اول استشاره من السيده اماني السيد. أيوة. السيده اماني في خلاف ما بينها ما بين جوزها وضربها، والموضوع اتطور والاهل اتلموا، بعد كده حصل خناقه ما بينها ما بين اخوها ما بينه وما بين اخوها، وحصل جروح وعملوا محضر. السؤال هنا عايزه تعرف الحكم اللي ممكن يتحكم بيه على زوجها اللي تعدى عليها هي واخوها، وكمان الموضوع هياخد وقت قد ايه في المحكمه. هي بتسال عشان خايف على جوزها، ولا يعني مع اخوها عشان عايزه تحبس جوزها؟ عموما هو طبعا دي اللي هي جرائم الاعتداء على النفس، اللي هي الجرح يعني الضرب. الجرائم دي تتوقف على التقرير الطبي وما جاء بالتقرير الطبي، يعني التقرير الطبي قايل ان في جروح او في اصابات، نعم، علاجها يعدي ال 21 يوم، بتبقى العقوبه اشد من كانت لو الـ الـ يعني التقرير الطبي الجروح دي تشفى في خلال ال 21 يوم. لكن في النهايه خليني اقول للسائله، ليه نوصل لكده؟ ما تحلوا الموضوع، يعني قضايا ضرب وفي علاقه ذريه. السؤال اللي بعده يا شو. السيدة مي غريب، زوجها مسافر في بلد عربي وما عندهاش أولاد، هي عايشة في شقة ملك زوجها في بيت عيلة مش ساكن فيه غير هي وخالته. لما طلبت نسخة من مفتاح العقار رفضوا يدوها لها، ورفضوا كمان يفتحوا لها الباب، فعملت محضر علشان تتمكن من دخول شقتها. السؤال هنا، هل القانون هيحميها بعد ما تتمكن من الشقة، ولا ممكن أهل جوزها وجوزها يطردوها من البيت ويغيروا الكالون؟ لا طبعا القانون هيحميها، لأنها طول ما العلاقة الزوجية قائمة من حق الزوجة أنها تتمكن من مسكن الزوجية، ولو صدر لها قرار بالتمكين يبقى في الحالة دي من حقها تتمكن. وأي حد ممكن تعمل بقى عشان تحمي نفسها من الكلام ده، لو كان صدر لها قرار تمكين تعمل محضر منع التعرض في قسم الشرطة، بيجيبوا أهل الزوج ويقدوهم على إقرار بعدم التعرض ليها في حيازة شقة الزوجية. السيدة فاطمة الجوهري، السؤال طويل شوية. هي اشترت شقة من 20 سنة هي وجوزها بالنصف، يعني العقد باسمه وباسمها. بعدين بعد الطلاق الزوج قام بتحرير عقد بيع لأحد أصدقائه، طبعا بموجب توكيل كانت هي عامله له، ثم استرد الشقة بالشراء تاني من صديقه علشان يبقى هو المالك الوحيد للشقة. كل ده حصل بتواريخ قديمة قبل الطلاق وقبل ما تلغي التوكيل. وكيل تعمل ايه علشان تسترد حقها في الشقة اللي كانت ملكها؟ هو طبعا السؤال مش واضح بقى، يعني في شوية حاجات كده هنقولها باعتبار التخمين. يعني مثلا رقم واحد، لو كان التوكيل اللي هي عاملاه لجوزها توكيل خاص بالتصرف في حصتها في الشقة في البيع للنفس او للغير، وهو تصرف بموجب هذا التوكيل، يعتبر هذا البيع صحيح، لكنها تقدر ترجع عليه دعوة سورية إذا ما قدرت تثبت إن يعني عملية البيع دي تمت بشكل سوري. الافتراض الثاني إن لو التوكيل اللي عاملاه لجوزها توكيل عام، يعني توكيل عام شامل، فاتصرف بموجب هذا التوكيل بالبيع، برضه تقدر ترجع تاني عليه بدعوة سورية. في النهاية هي القصة كلها محكومة بدعوة سورية، يعني إذا رفعت دعوة سورية أمام المحكمة الابتدائية الخاضع أو العقار موجود يعني في محيطها، تستطيع انها تقدر تثبت سوريه هذا البيع وتسترد هذا الجزء. طب دكتور ممكن تفرق لنا ما بين التوكيل الخاص والتوكيل العام للناس المشاهدين عشان يعرفوا يفرقوا ما بين ايه هو التوكيل الخاص؟ يعني ما فيش ناس تفهم كتير ان في انواع من التوكيل خاص وعام، ايه الفرق؟ التوكيل الخاص هو خاص بشيء معين، يعني انا مثلا عملت توكيل لشخص بخصه بمثلا بيع عقار معين، تمام كده؟ والتوكيل ده بيبقى اما بالبيع للنفس او للغير، وهذا التوكيل لا يلغى الا بحضور الطرفين، يعني خطورته في انك انت لو عملت توكيل ما تقدرش تلغيه الا مع الطرف الاخر او في حضوره، او تلغيه بدعوى قضائيه. اما التوكيل العام فده بيتعمل علشان شخص يمثل شخص في كل شيء، في البيع، في الشراء، في الاداره، في التعامل مع البنوك وكل كده، لكن برضه يقدر الشخص ده يلغي التوكيل منفردا اللي هو وكل يعني. طيب دكتور، عادة يعني الناس بعد ما يحصل ما بينها خلافات بتبقى مش هتروح مع الشخص التاني عشان يلغي له التوكيل، فازاي القانون مش بيحمي الناس من الحته دي؟ يرفع دعوى الغاء الوكاله، الغاء عقد الوكاله. بس في ساعات بقى مشاكل بتحصل من النوع ده، ازاي؟ ان مثلا حد عامل يعني شخص عامل لاخر توكيل خاص بالبيع للنفس او للغير مثلا شقه، وبعدين راح يعني عمل دعوى الالغاء دي بعد ما كان التاني اتصرف، التوكيل هيلغى لكن التصرف ما يبطلش.
السيدة تغريد عايزة تعرف لو حد زور أجازة مرضية عقوبتها قد إيه؟ هي زورت غالبا أجازة مرضية مدتها 3 شهور، عايزة تعرف لو حصل مشكلة هتبقى عقوبتها قد إيه؟ يعني عشان ما نحطهاش في الاتهام. يعني التزوير نوعين، إما تزوير في أوراق عرفية أو تزوير في أوراق رسمية. لو كان في أوراق عرفية فدي تبقى جنحة، لو كان في أوراق رسمية فدي تبقى جناية. فالشهادة المرضية لو كانت تحمل ختم النسر فتبقى رسمية ودي عقوبتها السجن. عفوا. ولو كان شهادة مرضية دي زي اللي بنعمل يعني عادي كده من عند دكتور روشيتا أو كده، دي بتبقى عقوبتها الحبس لأنها جنح التزوير. دكتور ايه الفرق ما بين السجن والحبس؟ مش حاجه واحده السجن والحبس؟ لا طبعا مختلفين. الحبس ده في قضايا الجنح، السجن في قضايا الجنايات. واحنا هنعمل حلقه عن الفرق بين الاثنين في الحلقه القادمه ان شاء الله، واللي بعدها يعني الحلقات اللي جايه هنتكلم عن الموضوع ده. الموضوع ده شائك وخطير جدا. سيدة مي البنداري عايزة تعرف يعني ايه افراج شرطي؟ لو الاسم مش عاوز يطلع الشخص اللي جاله افراج شرطي تعمل ايه؟ وبيتقال له كمان ان لازم يقضي نصف المدة، هل ده صحيح ولا لا؟ الافراج اللي من النوع ده ليه شروط، ليه 8 شروط، هقول منهم 3 لان 8 كتار جدا والوقت مش عارف هيسعفنا ولا، هحاول اقولهم يعني. رقم 1 ان يكون الشخص ده أدى التزاماته المالية، يعني أي عقوبة هي عقوبة سالبة للحرية بيبقى معاها عقوبة مالية، يكون سدد العقوبة اللي هي العقوبة المالية. 2 أن يكون هذا الحكم نهائيا، يعني يكون الحكم اللي بينفذه ده نهائي. 3 أن يكون حسن السير والسلوك، يعني يكون في السجن هو حسن السير والسلوك. 4 أن يكون قضى 3/4 المدة. هو في قانون صدر من كام يوم بأن ممكن الشخص يخرج في خلال بنص المدة إذا كان حسن السير والسلوك. أنا يعني بيقول لي في الكنترول إن الوقت قرب ينتهي وبقيت الثمان شروط طويلة شوية، فهم دول الشروط المهمة في المسألة يعني. السيدة موني بتقول هي متجوزة واحد وفي بينهم مشاكل كتير، اتخانق برضه مع أخوها زي يعني غالبا نفس الاستشارة اللي قبل كده وضربوا، بس المرة دي الموضوع أخد تقرير طبي بأكتر من 21 يوم. الفكرة ان هو عمل محضر لجوزها ومرات خالها، واضح ان هو زواج اقارب يعني. دلوقتي اخوها عايز يشيل اسم مرات خاله من الموضوع، هل ده هيأثر على حق اخوها في القضية اللي رفعها على جوز يعني جوز اخته ومرات خاله؟ لا مفيش حاجة اسمها يشيل حد من المحضر، لو المحضر تم تحريره خلاص اللي يقدر يعمله انه يتصالح لخالته يعني، يعني ده بس اللي يقدر يعمله. والحقيقه يعني انا بقول للناس يا جماعه من فضلكم قبل ما نتسرع ونجري على اسامي الشرطه ونحرر محاضر وتقارير طبيه، والتقارير الطبيه دي بقى حدث ولا حرج، ب 10 جنيه تقدر تجيب تقرير طبي. يعني انا بناشد وزير الصحه من فضل حضرتك يعني يصدر تعميم او قانون للناس اللي قاعده في المستشفيات الحكوميه اللي بتطلع تقارير الطبيه المضروبه، وكل المحامين فاهمين اللي انا بقوله، كل المشاهدين فاهمين اللي بقوله. احنا ليه حاطين راسنا في الرمل زي النعام؟ عارفين ده بيحصل، وكم القضايا المتداوله امام المحاكم المصريه بتقارير طبيه مضروبه. في أسئلة تانية يا سوا؟ فقرتنا انتهت النهاردة، يا ريت يا دكتور يعني ختمتيها بالضرب. بالظبط. يا ريت نكون قدرنا نرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم، برضو بعتولنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، ودكتور أيمن هيرد على كل أسئلتكم بإذن الله. شكرا دكتور أيمن. شكرا يا سوا. أعزائي المشاهدين، وكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج الأفوكاتو وإزاي تاخد حقك بالقانون.